شوف الحقيقة لما تنظر إلى فترة عصر النهضة، أول ما صارت في يعني مع بدايات تصدير النفط بكميات تجارية، نعم كان في نوع من الإلحاح للبناء المشاريع، يعني مشاريع إسكان الموظفين وغيره. نعم فالاستشاري أو المعماري الأجنبي كان وجوده هنا أكثر من المعماري العربي والعماني على وجه الخصوص. فظهرت عندنا تصاميم اللي هي الانترناشنال ستايل أو الطراز الدولي يسمونها، لما تروح إلى مطرح إلى روي خصوصا، يعني مثلا المنطقة التجارية، الحي التجاري هناك، شايف المبنى من تحت إلى فوق كله عبارة عن طبقة نوافذ متكررة. نعم. فاللي صار أنه في حقبة الثمانينات جاءت هناك في يعني توجيهات سامية، وجلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله فراه كان عنده اهتمام خاص بالعمارة، وهذا الكلام يذكروه يعني. يعني مرة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية يعني السابقة تذكر في مذكراتها لما دخلت إلى قصر العلم ودخلت إلى مجلس جلالة السلطان وشافت التصاميم الخشبية، فانبهرت، فقالها أنا اللي أشرفت على هذا التصميم. وقال عبارة، قال أنا ما تعجبني الواجهات أو التصاميم الزجاجية. ما كان في قانون، لكن كانت السلطة البلدية عندها نوع من التوجه أن خلاص الزجاج أول ما تودي لهم تصميم في زجاج قال لا 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 ممنوع. هذا ممتاز، مع أن كل الناس تستخدم الزجاج. وهو الزجاج لو نرجع إلى عمارة الحداثة، المعماري الفرنسي لي كاربوزيه اللي هو واحد من رواد عمارة الحداثة، لما يتكلم عن مواد الحداثة إضافة للإسمنت يذكر الزجاج واحدة من جماليات البناء، من العناصر الخمسة الأساسية لعمارة الحداثة. فأنت ما بمعزل عن العالم. فصارت في حقبة الثمانينات عندنا نوع من اللغة أنه لازم نشوف من القلاع، عندنا القوس، عندنا الباب الكبير، اللون الرملي، الشكل المكعب. طيب فصارت ثيمة، صارت ثيمة. لكن في بس فترة أنا لا سؤالي يسبق هذا، أنا ودي هل عندنا في السلطنة مثلا ثيمة عمانية صرفة غير متداخلة مع نقدر نقول ثقافات وحضارات أخرى؟ نعم عندنا. في وإيش مثلا؟ أنا بعطيك مثال. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما مازن ابن غضوبة جاء ونشر الإسلام في عمان، المناطق الداخلية كانت أسبق للإسلام. لما بنوا المسجد حافظوا على المسجد الأصلي اللي كان في يعني في مدينة الرسول. نعم. في كل الحضارات اللي تعاقبت الأموية والعباسية والعثمانية، شكل المسجد تغير، في قبب، في منارات. في عمان ضافوا عنصر صغير اسمه البومة. سمعت عنه؟ لا. هذا وين يكون؟ في أي جزء؟ في المساجد التقليدية. لا بالذات وين؟ عند الباب، في المحراب، بالذات في منح. لا لا، فوق على الكورنر. أي نعم، في زاوية، على الزاوية فوق السطح، فوق سطح المسجد. هذا العنصر اليوم ما موجود في أي مكان آخر من العالم الإسلامي في الوطن العربي. اسمه إيش قلت لي؟ البومة. البومة، بناخذ تفاصيل.